ويلي في بالي خد ونرجع لك والدنيا تنسالي بعد 10 سنين نخرج بستاتيو على الانستغرام رأي ما هيش المشكلة ما بيني أنا وبسين فما عبيد عبولوا مخه اللي أنا قاعد نعمله في حاجات خايبة قال لك توانسة لوكا رجع صالح يعني الوليد نزل عنده 7 شهور في الـ NBA من با 6 شهور بشي رجع بشي ولي يحكم من نهار الأول أنا فهمت توا في الأخر بكل اللي التنبير والسب هما أبن حاجة في العالم. صوتها خايب شو مدخلك أنت يا كم كلثوم ما نحبش نسمعها تغني في كلثوم غارة أن غير عليها. هو نورمو يضرب الفوق السلاح نتاعو وضربه في وجهي وطلع. ليه؟ والله وجهي كله بالرش عمل 3 عمليات تجميل ومسكين حتى اللي ضربني قال لي راني بابا صغار ومعناها باش نورط والكل. قالوا إذا كان يقص لك حاجة من المونتاج رانا نكونوا معاك. قلت كلام لكن تقص. وقصيت التورناج انا بيدي كنت داخل شويه في العجله هذيك وكنت نسب شويه ونعمل في مشاكل فارغه الورك هو الحساب مش هكا مش انا راني طالب 11 مليون هو ما طالب هو مد 11 مليون ما قلتش ليه ما مش اقول ليه ما ذكرك بحد توسع قاعدين ينبروا عليك هنا انت في امريكا طالع بالراشد طاير تيران وتجاوب والله ما نجاوبش كيف كنتي ماذا بيكم جد نجاوب كيف كنتي عبدالي شو تايب كل نهار خميس التسعة خير بوعة متاع الليل على التسعة